يا مساء الخيرات على كل حضراتكم وسادات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم، أهلا بكم جميعا في طائف نور. طبعا كلنا بنقابل صعوبات كتير جدا في حياتنا، كمان نشوف الدنيا سودة أو خلينا نقول أضعف الإيمان بنشوفها رمادي. عشان كده مفهوم كشف الغمة ليه مكانة كبيرة جدا وليه أهمية كبيرة جدا في الإسلام، وورد في كتير من الأدعية، وكمان كلمنا عنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم في الجزء الأول من حلقة النهاردة عن مفهوم كشف الغمة وإزاي نواجه الصعوبات اللي في حياتنا، وكمان إزاي نستفيد من كل النصائح النبوية في هذا الإطار. الكلام إن شاء الله هيكون مع فضيلة الشيخ أحمد ممدوح اللي منورنا في حلقة النهاردة. مساء الخير على حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا بيك. عايزين في البداية بعد إذنك يعني نعرف المشاهدين المفهوم نفسه المسمى الغمة. الغمة بداية الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله أن يكشف الغمة عن المغمومين والمكروبين أجمعين. آمين يا رب العالمين. كشف الغمة أو ما هي الغمة؟ حضرتك الغمة من اسمها كل عرض يصيب الإنسان فينتابه هم أو غم أو حزن أو كدر أو مصائب تصيب الإنسان في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في بيته أو في حياته كلها، كل هذه تدخل تحت إطار الغمم أو الغمة. ودايما بيعرض على ألسنة الناس إن المصيبة دي إيه؟ غمة وإيه؟ وانزاحت. أيوة صحيح. مش كده؟ ده التعبير الدارج. ده إيه الانزاحت يا شيخ أحمد؟ لا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو كاشف الغم. ونعم بالله طبعا. يبقى الإنسان لما بيصيبه غم علشان ينزاح عنه هذا الغم يبقى لازم في حاجات معينة كده إن التزم بها وإن اقتفى أثر نبيه صلى الله عليه وسلم فيها أزال الله عز وجل عنه الهم. جميل. وأزال عنه الغم. جميل. زي إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حديث جميل جدا برضو عشان كل واحد بس بيشاهدنا النهاردة وشايف أنه عنده مشكلة، شايف أن في المصايب عمالة تتحدف عليه، ما يقنطش من عفو الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيبعت له كده رسالة نبوية عظيمة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه إيه بقى؟ هم ولا غم ولا حزن، في مهموم مغموم حزين الدنيا فيها كدر، طيب اللي يعمل إيه بقى؟ الذي يصيبه هم أو غم أو حزن فيدعو الله عز وجل. يبقى اللي يصيبه هم وغم وحزن الملجأ فين؟ الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ونعم بالله على طول، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي الإنسان ده مش سخط من ربنا سبحانه وتعالى أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه ليرى عبوديته فيه، يشوفه هيعبد ربنا إزاي، يشوفه هيصبر، يشوفه هيحمد الله، يشوفه هيدعو الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ سيدنا يونس عليه السلام، سيدنا يونس من الأنبياء المكرمين، ودعا قومه أيام وأعوام وسنين، ولكن كان في مقابل هذه الدعوة هذه الرحمة التي جاء بها سيدنا يونس عليه السلام أنهم لم يتقبلوا هذه الدعوة على الإطلاق، فخرج كما قال الله عز وجل مغاضبا زعلان حزين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا خارج، فأيس من دعوة قومه. الإشكالية الكبرى أو الخطأ الذي وقع فيه يونس عليه السلام مع أنه رجع إلى الله عز وجل، والأنبياء أفضل البشر على الإطلاق، ولكن هنا ليقرر الله عز وجل ويدلل لنا على أن الأنبياء برضو بشر. أكيد طبعا. هم بشر ولكن معصوم. أيس يونس من دعوة قومه، وهنا المشكلة. ما ينبغي لنبي أن ييأس من دعوة قومه
حتى لو انهم لم يؤمنوا، لان الانبياء ياتون يوم القيامه، ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل والرجلان، ما فيش حد امن بالنبي غير راجل او اتنين، وياتي النبي وليس معه احد. تخيل نبي يبعث الى قومه ويظل يدعوهم الى التوحيد والى لا اله الا الله ولا يؤمن به احد على الاطلاق، وياتي النبي وليس معه احد. فسيدنا يونس عليه السلام خرج مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم. هنا ادرك وايقن، ودي رساله لكل واحد مننا يستشعر انه عنده هم، عنده حزن، فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من ايه بقى؟ من الغم. طبعا. وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى الملجأ هو الله، والدعاء ليس الا لله، فالله عز وجل يكشف الغمة ويزيلها ويزيحها عن كاهل الناس اذا رجعوا والتجأوا اليه. ما هي دي المشكلة بقى يا شيخ احمد، ان في كتير جدا من الاحيان بيبقى رد الفعل التلقائي البشري بشكله الكلاسيكي المتعارف عليه، ان انت ما بتكون مهموم فبتشعر بضيق في صدرك وبتشعر بحزن وبغم وبهم الى اخره، الواحد بيلجا للبرطمه بدل ما بيلجا لربنا سبحانه وتعالى ويتوجه ليه بالدعاء. عايزين بقى بالظبط، احنا عايزين نعمل معادله سلسه، مش معادله صعبه ولا حاجه. دلوقتي واحد عنده مشاكل في شغله او عنده مشاكل اسريه، عنده حل بسيط جدا، بدل ما يقعد يكلم نفسه، طيب هو لما يكلم نفسه يعني الغمه دي هتنزاح عنه؟ لا طبعا. هتزيد طبعا، هيكتئب، هيدخل في دايره اكتئاب وحزن ومشاكل، والمشاكل هتزيد طبعا. ولكن لما ياخد بقى الروشته الايمانيه العلاجيه الكريمه دي، ويبدا يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يدعو الله، يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. خلي بال حضرتك، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح لتفريج الكروبات، من أعظم الوسائل الناجحة والناجعة في تفريج الكرب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن سيدنا أبي بيقول لنا إيه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، أنا مش بصلي عليك، لا ده أنا بأكثر الصلاة عليك. وده يفرق ما بين إن واحد طول اليوم ال 24 ساعة ممكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، يسمع محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد فما يصليش. لا، سيدنا أبي العلاقة هنا علاقة ايه؟ علاقة حب، علاقة اشتياق، علاقة ترديد. فلما أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل بقى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يبقى اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاجتين مهمين الإنسان بيتحصل عليهم، كفاية الهم وده في الدنيا، ومغفرة الذنب وده في الآخرة. يبقى في فوز في الدنيا وفوز في الآخرة ولا لا؟ طبعا فوز في الدنيا وفي الآخرة. طيب يبقى لما يخش في دائرة الاكتئاب ولا يكثر من الصلاة على النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفرج بها الكروب، صحيح، وربنا سبحانه وتعالى بيغفر بها الذنوب، وربنا سبحانه وتعالى بيفتح بها الابواب. طيب غير ان الواحد يتجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، وغير ان الواحد يكثر من الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، هل في امور اخرى من شانها ان هي اضعف الايمان تساعد في كشف الغمه؟ يعني مثلا هل العمل الصالح بينفع في حاله زي كده؟ صحيح، الاعمال الصالحه هو اللي احنا قلناه ده، ما هي اعمال صالحه. ولكن قد تكون ربما انا افهم السؤال من حضرتك ان في اعمال قوليه لا تتعداني انا شخصيا، وفي اعمال متعديه ان انا اساعد الغير. هو انا كنت اقرب بالظبط، مش هو المعنى الاخر. مزبوط. تمام. يبقى اذا دائره العمل الصالح دائره واسعه جدا. ممكن العمل الصالح قد يكون هناك اعمال صالحه تقتصر على فاعلها، يعني مين اللي بينتفع بيها؟ الشخص نفسه. تمام. وفي اعمال متعديه، الاعمال المتعديه برضه فاعلها هو المستفيد الاول. اكيد. يعني انا لما ساعد حد مثلا على سبيل المثال مساعده ماديه، هو انا اللي قدمت المساعده مش هستفيد؟
طبعا هستفيد، ده انا مستفيد اكتر من المتلقين بالظبط. ولكن هنا المساعدة دي او العمل الصالح ده اصبح عمل متعدي، يعني انتقلت دايرة الافادة من شخصي انا لشخصي والغيري كمان، عمل مجتمعي بالذات. يعني مثلا في ناس حضرتك لما مثلا تقدم مساعدة لحد، ومش لازم على فكرة تكون المساعدة مساعدة مادية، يعني واحد بيستشفع مثلا عند حد معين، واحد بيوسط في الخير مثلا، واحد بيكلم يرفع سماعة التليفون ويكلم حد مثلا فلان الفلاني، يحاول يسهل له مشكلة معينة. مردود العمل ده على نفسه على روحه بيبقى مردود عظيم جدا. صحيح، احساس بالرضا، احساس بالراحه طبعا. الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه لعمل صالح ده انسان، لو قلت لك مصطلح دارج عندنا بس له اصل نبوي نشوفه كده، ده انسان عسل. تخيل قال صلى الله عليه وسلم، لا ده مش كلام بقى، مش كلامي انا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اذا أحب الله أو إذا أراد الله بخير عبدا عسله. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد بالعبد الخير يعسله. ربنا يعسله إزاي بقى؟ يوفقه للعمل الصالح. يبقى إنسان عسل ولا لأ؟ عسل جدا، إنسان عسل جدا، ده عسل نحل كمان. صحيح. يبقى إنسان عسل. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما معنى عسله؟ قال صلى الله عليه وسلم أن يوفقه للعمل الصالح. والأفضل من كده كمان أن ربنا لما يموت ربنا يقبضه على عمل صالح. الله. يبقى ده إنسان ربنا وفقه في الخير، فتلاقيه بالظبط كالرحيق المختوم، نافع في الدنيا ونافع في الآخرة، الناس بتستفيد منه والمجتمع بيستفيد منه، والخير اللي بيقدمه ما بيقتصرش عليه بس. بس احنا في الحالة دي شيخ أحمد بنتكلم برضو على الشخص اللي نقدر نوصفه بأنه قوي الإيمان، لأن فكرة الصبر والاحتساب مش كلنا عندنا نفس المقدرة فيها، مش كل الناس عندها قدرة على الصبر. فهل الواحد ممكن يكتسب مش عارف أقول المهارة ولا الملكة دي ولا العطية الربانية؟ هو حضرتك إحنا مثلا لما حد بيدخل على عمل معين وهو غير مؤهل للعمل ده بيعمل إيه؟ بيروح ياخد دورة تدريبية علشان خاطر يجتاز أو يكون عنده مهارة، ينمي مهارات معينة عشان يكون متميز في العمل بتاعه ده، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن العبد ده أي إنسان، قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. يعني إيه وهديناه النجدين؟ يعني بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر، وكل واحد من جنس البشر كلاته ربنا ميزه عن سائر المخلوقات، ربنا اداله عقل طبعا، والعقل ده ليه؟ لعلهم يفقهون، عشان يقدر يميز يشوف الحاجه دي كويسه ولا الحاجه دي وحشه. يعني ببساطه شديده، لو واحد مثلا شاف ربنا يعافينا جميعا مثلا في حريق معين، والحريق ده حريق فظيع جدا، فهل في انسان عاقل هيقول انا هدخل في البيت اللي فيه حريق ده واقعد اشرب كوبايه شاي؟ لا طبعا، مش كده؟ اكيد. ده ليه؟ في عقل بيميز اهو، عارف ان هو لو دخل هنا ايه اللي هيحصل له؟ هيموت، هيتحرق. فبالظبط كده الانسان ده هو ربنا سبحانه وتعالى اداله مقاومات الهدايه وقال له ده طريق الخير وده طريق الشر. وببساطه كمان ان انا عشان خاطر ما عنديش المقاومات اللي تساعدني ان انا اسلك طريق الخير بشكل كويس قوي، فيقول لك ايه؟ صاحب الصالحين امشي مع الاستاذ كريم. لما امشي مع الاستاذ كريم كده في نفحه طيبه من الاستاذ كريم، اسمع منه كلمه حلوه، اشوف منه سلوك طيب، يقول لي كلمه مثلا لو انا عندي مشكله، يصبرني مثلا عن المشكله اللي انا فيها. فتبدا دي تحصل ايه؟ تجديد في الدوره الدمويه الايمانيه عند الانسان. الله على مصطلحاتك يا شيخ، خدلي بال حضرتك. حلو ده. يبقى الدوره الدمويه الايمانيه عند الانسان بتتجدد بالايه؟ بالاعمال، بالكلمه الطيبه، بالمصاحبه. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكان العرب زمان يقولوا مقولة جميلة كده، يقولوا: والصاحب ساحب. الصاحب ايه؟ ساحب. فلان ده ماشي في طريق الخير وانا ماشي معاه، فانا دايما ايه؟ في نفحة من الخير ماشي معاه. طبعا. فبالظبط نفس القصة كده، فلان مكتئب، ما انا مصاحب فلان المكتئب ده، ايه اللي هيحصل لي؟ صحيح. انا ما هيحصل عندي عدوى من الاكتئاب. صحيح. فيا ريت بقى ان احنا كده نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحفظ
عنه عن أصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هاش باش، كان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. مشاكل الدنيا دي كلها ما تسويش حاجة بالنسبة للآخرة. فالعمل لازم يبقى فيه علاقة إيمانية طيبة يستقيم بها الحال ما بين الدنيا والآخرة. ربنا جعلنا في الخير دايما. اللهم أمين يا رب العالمين. هستأذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا بما اننا بنتكلم في حلقه النهارده عن موضوع كشف الغمه، يبقى بطبيعه الحال لازم الكلام هياخدنا على الظروف القاسيه جدا اللي تعرض لها كتير جدا من اهالينا في اسوان، وتضرر الكثير منهم من السيول والامطار وكتير من التفاصيل. اكيد حضراتكم تابعتم اللي حصل هناك. الحقيقه مؤسسه نبض الحياه كالعاده كانت يعني سباقه وبذلت مجهودات كبيره جدا لمساعده اهالينا في اسوان. فخلونا نشوف الكلام ده صوت وصوره بشكل عملي من خلال اول تقرير معانا، ونرجع عشان نبتدي كلامنا مع يمكن الصورة دي بتخلي بصراحة يعني مفيش أي كلام نقدر نقوله يعبر عن المأساة اللي حصلت هنا. المية اللي حضراتكم شايفينها دي مش بحيرة ولا ترعة ولا نهر، ديت مية السيل اللي نزلت من فوق الجبل وهدمت البيوت واستقرت إن هي توصل زي ما حضراتكم شايفين، عملت بحيرة من المية. يعني احنا خايفين ننزل المية هنا نغرق في المية. واحنا جايين بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني انا استوقفني المشهد بس حبيت انقل الصورة دي لحضراتكم عشان نقول يعني نقول هو ده اللي حصل، هو ده اللي يعني اللي دمر حياة ناس كتيرة. نقول احنا جايين بفضل ربنا سبحانه وتعالى رايحين مكملين معاكم المسير بفضل الله سبحانه وتعالى علشان نوصل لأهلنا. طيب تابعنا بقى مع حضراتكم هذا التقرير. نروح بقى للشيخ احمد، واحنا بنتكلم او شفنا من خلال هذا التقرير حاجه اقرب للكرب، مش كده برضو؟ ده هو مش اقرب، ده هو كرب حقيقي. كرب يعني صريح. ده كرب حقيقي فعلا. يمكن حتى يمكن في التقرير ده اللي احنا شفناه في التقرير ده مش نهر النيل ولا ده ولا ترعه ولا دي بركه من الميه. حضرتك اللي في قلبها بيوت غرقانه، يا ساتر، البيوت اللي في التقليق بيوت غرقانه في قلب البركه من الميه، وانتشلوا الناس اللي موجوده هناك يعني ناجوا بانفسهم وعلى هذا كثير. طب فبتنقل لنا صوره لان مشهد كان مش مشهد عادي. السيل ده يمكن صعب جدا. احنا دايما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظنا من الشرور ومن الاثام ومن كل مكروه وسوء، ولكن لما نازله دي فعلا نازله، دي مش مصيبه بس، دي نازله نزلت بهؤلاء، ودولت اخواننا. طبعا اخواننا في اسوان. كان مؤسسه نبض الحياه ربنا يبارك فيها دايما بيبقى لها سبق في كل مكان، وده المعهود، وده يعني عشمنا دايما فيهم ان هم ما بيتاخروش عن اي حد، بيتحركوا لمجرد ان هو يسمعوا الانين ده بيحرك قلوبهم. فعلى طول اتفعلوا، إدارة الأزمات في المؤسسة اتحركت مباشرة، خدت الحمد لله يعني هنقول قافلة مساعدات لإخواننا وأهلنا هناك. لكن المشهد أكبر من
ان احنا نروح بقافله مساعدات، ان احنا يبقى معانا بطاطين، ان احنا يبقى معانا كراتين او شنط غذائيه، ان احنا يبقى معانا اسعافات اوليه، الكلام ده كلاته، لان المشهد اصعب من كده بكتير جدا. طبعا. ده من ضمن التفاصيل الصغيره جدا اللي حصلت من جراء هذه السيول، فكره ان هي نزلت على الجبال فخدت كتير جدا من العقارب ونزلت بيهم، في ناس كتير اتلدغت من العقارب. انا سمعت هناك وشفت اخواننا وهم بتكلم معاهم، يعني احنا قعدنا هناك فتره، السيل لما نزل طبعا الاماكن المرتفعه هناك، سيل مع عاصفه، مش سيل بس، سيل مع عاصفه، السيل مع العاصفه خرج زي حضرتك ما بتقول العقارب والتعابين. فالناس بدل ما هي عماله تهرب من المطر ومن السيل اللي نازل عليهم، لقوا العقارب والتعابين داخلين من مش من الشبابيك بقى، من الاسقف اللي اتهدمت على الناس. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. فسبحان الله، تجربه قاسيه جدا. لا تجربه قاسيه جدا والله، يعني الناس هناك في ماساه بمعنى الكلمه. بس عظيمه شيخ احمد ان انتوا عندكم، حضرتك قلت في وسط الكلام اداره الازمات، انتوا عندكم اداره معينه معنيه بالتعامل مع الازمات الطارئه. لازم، علشان احنا كمؤسسه، احنا مؤسسه تنميه مجتمعيه. دورنا الرئيسي ان احنا لنا دور في المجتمع في ان احنا نحل مشاكل وازمات في المجتمع. اكيد طبعا. ولكن في حاجات معينه بتبقى متطلبه علاج سريع. مش صحيح. مش مستنيه ان انا اقعد لغايه اما اخد قرار وكذا، لا، زي ما حصل في اسوان بالظبط. لا، في مشكله حصلت النهارده، لازم نتحرك النهارده بالليل، لازم نتحرك بكره الصبح. مزبوط. على اقصى تقدير ان احنا نبدا نشوف. ولذلك لما اخواننا في المؤسسه بداوا يتحركوا، راحوا معاهم قافله. قافله مساعدات. تمام. الفكر او التصور اللي عندنا، احنا في مشكله، وفي مشكله كبيره، ولكن مش بالتصور اللي احنا شفناه على ارض الواقع. حجمها اكبر بكتير. حجمها اكبر بكتير طبعا. الواقع اللي موجود هناك واقع حضرتك، واقع مأساوي. طب وعملتوا ايه بقى في الحاله دي لما شفتوا حجم الكارثه؟ انا بقول لحضرتك واقع مأساوي، يعني احنا نزلنا معانا بطاطين، معانا شنط غذائيه، معانا اسعافات اوليه، الكلام الجميل ده كلاته، ولكن ده بيمثل بالنسبه للناس حاجه بسيطه جدا. ده ممكن اقول، معلش انا اسف، اقول ده مش بيمثل للناس حاجه، لان البيوت اللي الناس هتقعد فيها مش موجوده اصلا. البيت نفسه حضرتك مش موجود اصلا، يعني الناس اللي موجوده هناك دي عايزه بيوت. الدوله ربنا يبارك فيهم، يعني ربنا يجزيهم خير، ودايما هم احنا ماشيين وراهم، احنا ماشيين وراهم. حتى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجود هناك من 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 يومين تقريبا. صحيح. وعلى طول ادى اوامر بالتحرك. والسيد برضو اللي هو محافظ اسوان والكلام، ولكن احنا برضو معلش هم لوحدهم مش هيقدروا يعملوا كل حاجه. احنا كلنا ايدينا في ايدين بعض. اهل الخير ده هم لازم لهم دور في الجائحه وفي النزله دي، ان هم يتحركوا اسرع واسرع، ان احنا نقدم استغاثه فعليه للناس دي بان احنا نساهم ونساعد في اعاده بيوتهم مره ثانيه. انا كنت عايز اتكلم معاك على النقطه دي تحديدا، اهل الخير وفضل نجده الملهوف واغاثه الملهوف وفك كرب المكروبين، بس استاذنك نتكلم في الموضوع ده بمجرد العوده من هذا. احنا في مهبط اساسي وفي مكان رئيسي لمجرى السيل. زي ما حضراتكم شايفين، البيت عبارة عن تصدعات رهيبة في الجدران وفي السقف، ادت الى ان البيت غير صالح للسكن. انا النهاردة في مكان اللي انا واقف فيه، واقف لو الكاميرا جابت معايا اجمل مناظر الطبيعة، قطعة من جنة الرحمن، وما بين منظر مأساوي تاني كاميرا هتجيبه معايا، اللي هو عبارة عن بيت غير صالح للحياة الأدمية. البيت من بره، وهنعرضه لحضراتكم من جوه، التشققات اللي في البيت دي مش عبارة عن تشققات بس، مشكلتها مش على قد التشققات، لا، ولا مشكلتها على إنها مكان أصبح قايل للسقوط وقايل للانهيار على اللي ساكنين جوه منه. مش بس كده، التشققات اللي قدام حضراتكم دي مأوى ومسكن للعقارب. وحضراتكم دايما متابعين وشايفين الاخبار وشايفين كام شخص توفى في الكام يوم اللي فاتوا نتيجه لتغات العقارب ونتيجه الماساه اللي الناس بتعيشها كل يوم. يا جماعه
اهلنا هنا في اسوان بيعانوا، احنا نزلنا قريه واثنين وثلاثه ونجع واثنين وثلاثه، وحاجه في منتهى الحيره، انت ما بين جمال الطبيعه وما بين ماساه الحياه. العيال ارزاقي ما عندهمش حاجه ارزاق. البنت برضو جوزها تعبان يعني مش على قد كده. فانا مقعده معايا في اوضه ثلاث اوض زي ما انت شايف واحنا قاعدين فيها. ساعدونا ان احنا نكون عون ومساهمه، وبنقدم المساهمه والمساعده لاخواتنا في اسوان، اخواتنا المتضررين اللي ساكنين بين جدران احنا مش قادرين نقعد فيها دقائق معدوده، هم بيتين ونايمين وايمن فيها، والبيوت اللي زي دي مش بيوت مخليه للاسف. طيب تابعنا مع حضراتكم التقرير، نرجع بقى للنقطة اللي كنت بكلم حضرتك عنها، فكرة ان اهل الخير اللي بيبادروا ويسارعوا في اغاثة الملهوف طبقا طبعا للموضوع اللي كنا بنتكلم يعني فيه. انا الحقيقة ما فضل هذا الامر؟ يعني انا بقول لحضرتك، يعني انا بيحضرني من خلال سؤال حضرتك ومن خلال التقرير اللي احنا شفناه كده مشهد فعلي للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فدخل عليه قوم مجتاب النمار. مجتاب النمار يعني لابسين هدوم مقطعه، هدومهم مقطعه كده وجسمهم باين من الهدوم اللي لابسينها، عامتهم من مضر، بس حتى في الحديث بيقول بل كلهم من مضر قبيله. فاول ما راهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجه النبي عليه الصلاه والسلام، وجه النبي تغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جالس عادي جدا يتكلم مع الصحابه، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانه غضبان من المشهد اللي شافه. يعني كأن لما حضرتك تبقى قاعد كده مبسوط وبعدين تشوف حاجة كده تاخدك في حتة تانية خالص، في كده في فقر وحاجة بالشكل ده، فما تكلمش النبي عليه الصلاة والسلام. فقام صلى الله عليه وسلم من مجلسه ودخل بيته عليه الصلاة والسلام ينظر ما في البيت، شوف ايه اللي هيقدر يقدمه للصحابة لهؤلاء، ايه اللي هيقدر يساعد بيه الناس دي. اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ما فيه من المساعده، ثم قام وخطب الناس عليه الصلاه والسلام وذكرهم بتقوى الله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم قول ربه تبارك وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، ان زلزله الساعه شيء عظيم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة بالأخوة الإيمانية، دولت إخواتنا، طيب ما ينفعش نسيبهم على الحد، ما ينفعش ان احنا نتركهم طبعا. هكذا طبعا. حتى ان كل واحد من الصحابة اللي موجودين في المجلس خرج جري راح بيته عشان يأتي يساعد بإيه طبعا. يجيب بإيه، حتى جاء رجل في يده كومة، كومة كان زمان بيحطوا الفلوس كده في صرة، ايوه تمام، فشايلها في ايده، كادت كفه ان تعجز عن حملها، مش قادر يشيلها بايده، بل قد عجزت، لغايه اما جمعوا كومه كبيره كده امام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي من طعام واللي من شراب واللي من لباس واللي كذا واللي كذا، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانه مذهبه. شوف من شويه كان النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، دلوقتي تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ده دورنا كلنا تجاه اي حد نعرف ان هو بيمر بظروف قهريه. ثم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. اللي يساهم ويكون سبب ويكون قدوه في اسعاد الناس، ده دوره، ومش دوره بس وثوابه، ومش ثوابه بس، وهياخد ثواب كل الناس اللي هتقتدي بيه. فهو ده دورنا احنا في مؤسسه عظيم. نبض الحياه، وان احنا بنقول يا رب ربنا يكتب لنا الاجر، وربنا يجعل لنا ثواب الناس اللي هتعمل زينا اللي تروح هناك. احنا مش بنقول احنا حكر نبض الحياه هناك، لا، احنا بنقول دي دعوه لكل اهل الخير طبعا. ان هم يبقى لهم نصيب في الخير ده طبعا. طيب نشوف بقى الخير وهو بيتعمل بشكل عملي وصوت وصوره من خلال اخر تقرير معانا ونرجع لك. Thank you.
المشهد ده من أقل المشاهد اللي ممكن نشوفها هنا، من أقل المشاهد، لأن اللي حصل من التجريف ده والعاصفة ده خلى الناس، مش البيوت تتهد، خلى الناس تتهجر. أيوة، الناس اتهجرت من بيوتها، الناس خرجت من بيوتها عشان مش لاقية مكان تسكن فيه، لدرجة ان ناس كلمتني وقالت لي لو سمح ولادي الصبيان والبنات وانا وجوزي ام فاضلة مش لاقيين مكان نقعد فيه غير المسجد، الناس الطيبين فتحوا لنا المسجد علشان نبات فيه، وبيخرجوا يقعدوا في البيت المهدوم، ويمكن لو جه شوية هوا ولا عاصفة توقع عليهم جدار. لو البيوت اللي حضراتكم شايفينها دي، البيوت دي كلها غير صالحة للسكن، البيت اللي لسه جدرانه قايمة، البيت ده كله مشرخ وسقفه واقع، فالناس مش لاقية مكان يضلها، فربنا يبارك فيكم يا أهل الخير ويا أهل نبض الحياة، ويا اللي دايما بتشاركوا في نبض الحياة، نساعد الناس إن احنا نعمل لهم سقف يظلهم، عشان ربنا سبحانه وتعالى يظلنا يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله كما وعدنا جل وعلا. فكرة ان الواحد يحاول يفك كرب المكروب، هل بيبقى ثوابه مبني على قدر الكرب اللي هو ساعد او ساهم في حله؟ يعني لو انا وقفت جنب حد عنده مشكلة من الحجم المتوسط انجاز التعبير، هل اجري عنها او عن مساعدتي للشخص ده بتكون بنفس قدر مساعدتي لشخص بيمر بكرب عظيم؟ هو احنا مش عايزين نقلل بس من المساعدات، عشان برضه ما فيش حد يقول لا انا لازم يا اما يبقى في مشكله كبيره جدا عشان خاطر ان انا يبقى ليا دور فيها، يا اما بلاش، علشان لا ممكن في بعض الناس او بعض النفوس اللي هي يعني مش عايز اقول نفوس ضعيفه، ولكن يعني برضه عندها قصور في بعض الامور، فبنقول ان ربنا سبحانه وتعالى بينظر اول شيء الى القلوب، الى النوايا، فعلى قدر هذه النيه يكون الاجر، سواء كان بقى مع كرب بسيط، سواء بقى، وده أفضل إغاثة الملهوف وفك الكروبات، وده أشد وقوعا واحتياجا، ده بيكون أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، لأن العطاء من الله سبحانه وتعالى يكون على قدر إيه؟ على قدر بذلك أنت. فإذا كان أنا قلبي اتحرك والأمي اتحركت قالت دي بالظبط اختي، انا في مكاني غير امن على نفسي، احنا ماشيين، ويمكن اتكلمنا في حلقه مع حضرتك قبل كده، بستر من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ربنا طبعا هو الحافظ ونعم بالله، يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يسلب من الانسان نعمه، ربنا يحفظ علينا النعم، لكن دورنا ان انا ما اقللش من شيء، وان انا لما الاقي فاجعه زي اللي موجوده دي اكون اليها اسرع بالخطوه، كان دي هديه، هي مشكله ولكن ربنا بعتها لي هديه نجده، لان انا اكون نجده الى هؤلاء، بذلي وعطائي وانفاقي واتصالي بالارقام دي نجده الى هؤلاء، ربنا سبحانه وتعالى ياجرنا عليها عظيم الاجر. اللهم امين يا رب العالمين. شيخ احمد نورتنا واسعدتنا كالعاده بوجودك، بشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، وطبعا كل الشكر لحضراتكم على متابعتكم لحلقه النهارده، ان شاء الله نشوفكم على خير في حلقه جديده من طاقه نور، الى اللقاء.